مناشير. في سياق الحرب النفسية على أهالي قطاع غزة، تصف الفصائل الفلسطينية ما دعا إليه جيش الاحتلال من خلال منشورات لإخلاء شمال غزة من سكانها بمحاولة بث الرعب في صفوف المدنيين والعمل على الدفع بهم إلى جنوب القطاع. وكانت مثل تلك المنشورات في حروب سابقة شنها الجيش الإسرائيلي على غزة تحت ذريعة قصف مواقع لحماس، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال يعمل على تدمير الروح المعنوية والجبهة الداخلية، مطالبا المواطنين في غزة بعدم الاستجابة لهذه الدعوات أو التحرك من أماكنهم. وإلى أبعد من هذا، عملية التحذيرات الإسرائيلية لسكان القطاع والتي تسبق حربا برية محتملة في أي لحظة تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع، كان لها ردود فعل عربية ومنظمات حقوقية رافضة ما وصفته بعملية التهجير الممنهج، والذي قرأه مراقبون أنها محاولة إسرائيلية لإعادة مخطط قديم جديد لتصفية القضية الفلسطينية. وبالرغم من صد كل الحلول الدولية لفتح ممر إنساني أو مد الغزيين بالمياه والأدوات الطبية اللازمة، بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية أن غزة تحولت لمنطقة منكوبة على يد الجيش الإسرائيلي، إلا أن ثمة خطر يلوح في الأفق تعمل الدول العربية جميعها على التصدي له، وفي مقدمتها الأردن ومصر وقطر من خلال لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي لتشديد على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين. وهو ما قال مراقبون إنها العملية التي تعمل إسرائيل من خلال منشوراتها على تحقيقها بذريعة إخلاء المباني السكنية والخوف على أرواح الغزيين، وهو ما تنفيه الحقيقة بالإبادة الجماعية غير المسبوقة في العالم أجمع.